عضو كتلة الجمهورية القوية النائب عماد وكيم. مساء الخير استاذ وكيم. مساء النور لك والاستاذ جوزيف. يا هلا. مساء النور استاذ وكيم. انتو كتلة الجمهورية القوية طبعا اعلنتوا انه ما رح تسموا حدا لتأليف الحكومة، ويعني دايما يعني لا سميتوا الرئيس الحريري، لا تعاونتوا معه على مدى 9 أشهر هو كان حليفكم، هلأ ما بدكم تسموا حدا؟ بس طلع معنا حق. طلع معنا حق. خليني كافي. ما انتو لو شوي دعمتوا على القليلة بموضوع الخيارات المسيحية أو الحصة المسيحية كنتوا كسرتوا حصرية التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، وكنتوا عملتوا توازن داخل الحكومة. المهم هلأ صار اللي صار، بس ليش انتو دايما موقفكم ليش موقفكم سلبي؟ يعني لا بدكم تسموا، لا بدكم تشاركوا، لا بدكم تعملوا شيء، بدكم بس انتخابات نيابية مبكرة وما بقى حرزانة، ما صار موعدها بكر يعني رح يوصل. لا لا خليني اقول لك يا استاذ جورج، اول شيء طرحنا هو مبدئي، يعني نحن لا نؤمن بكل هالسلطه اللي ما زالت قائمه واللي هي وصلت البلد لهون. ما انتم جزء منها، اذا ما بتؤمنوا فيها استقيلوا فلوا. باي بلد استاذ جورج؟ انت ونحن بتعرف انه نحن مش جزء من هذه السلطه، وهلا عم تقول لي استقيلوا، يعني استغربت هالسؤال منك كاعلامي مخضرم. ليش؟ نحن بالسلطه التشريعيه، نحن بمجلس النواب، اي معارضه اي معارضه بالعالم اي معارضه بالعالم بتعمل معارضتها وبتبني تتفوت على قلب البرلمان، وبتعمل معارضتها حيث بتكون اقوى من داخل البرلمان، الا عنا بتشتغل تنسيق اكتريه، الا عنا. هلا الجمهوريين الا عنا كله مخلوط ببعضه، كله مخلوط ببعضه، ما اللي بمجلس النواب عم بيكونوا بالحكومه وهن بشكل الحكومه. نحن ما لنا موجودين بمجلس النواب والحكومه، نحن فتنا عملنا التجارب بقلب الحكومه بمحاوله الاصلاح من الداخل. يئسنا وشفنا انه ما قادرين مع هالمنظومه نصلح من جوا، انكفأنا ورجعنا لورا. كنت عم بقول لك تخيل هلا الجمهوريين بامريكا اذا بايدن الرئيس بايدن عمل شيء ما عجبهم يستقيلوا من الكونغرس مثلا. يعني هذا المنطق اللي اوقات نحن بنبلش نزرعه بعقول العالم وكانه هو المنطق الصح، مش مزبوط. المعارضه الصحيحه بتبلش برا بتفوت على قلب مجلس النواب. هلا المعارضه القائمه بلبنان الثوره، المجموعات الثوره مش راح تحاول تفوت لداخل البرلمان اذا طلعوا، اذا ما طلعوا اكتريه بيستقيلوا بفلوا. ما انت بتفوت تحط اول مدماك وبتبني تتقرب لقدام. طيب. وتصير انت اكتريه تطبق مشروعك وحكمك اللي بتشوفه مثل ما هو اليوم. هلا نحن ما عم نسمي نحن عباء خلق. نعم. اليوم برايكم ما في نوى؟ نحن ما عم نسمي مش لانه منكفئ. خليني اقول لك، لانه نحن اول شيء بالمبدا باي نظام ديمقراطي بس يصير فيها السقوط المريع للسلطه بتفل، يعني في عندنا امثال كثير بكل بلدان العالم. بتروح على، نحن ما عندنا استفتاء بدستورنا، بتروح على انتخابات نيابيه مبكره في بلدان بتصير فيها بخلال مندا وحده، يعني مده وحده لمجلس النواب 3-4 انتخابات بس تكون هالقد المشاكل الكبيره، كيف بالحري ببلد مثل لبنان؟ مشان هيك نحن عم نقول بدها اعاده تكوين السلطة. إعادة تكوين السلطة هون الشعب هو اللي بيبدي رأيه تتعمل مجلس النواب وتروح. بسؤالك الأساسي قلت لي بعد حرزانة إيه كل شهر منربحه مفيد كل شهر. إذا هلأ جينا تنقول نحن لك، خليني أقول لك، شفت إذا هلأ جينا قلنا بعد شهرين في انتخابات نيابية اعتبر 50% من الوضع كله السياسي والاقتصادي والهيك بيرتاح عن النص. ليش؟ لأنه صار فيه أمل للعالم على محل. هلأ نحن يعني ما في امل. شوف خليني وشفت قصه تشكيل الحكومه، خليني انه نحن خليني ناقش معك. نحن ما بدنا نغش اللبنانيين، نحن ما بدنا، نحن بس خليني اقول لك، نحن ما بدنا نغش اللبنانيين تنقل لهم الحل بالحكومه. اكيد نحن بحاجه الى حكومه لاداره الازمه، واساسا لو ببلد مثل الناس نحن كان الرئيس حدسان دياب والحكومه يحاكموا، لانه هن اللي عليهم تسير الامور تبع الدوله والامور العالم، لانه هن دو
دستوريا حكومة تصريف أعمال، هن مش مستقلين وقاعدين بيتفرجوا لحتى كل جمعتين بيعملوا لنا تصريح خنفشاري يعني ما حدا حامل مسؤولية فيه، هن بيتحملوا المسؤولية لحين تشكيل الحكومة، ما بدهم يلعبوا هذا الدور. أوكي، فإذا نحن بحاجة لحكومة لتسير الأمور، بس ما بدنا نغش اللبنانيين ونقول لهم الحل هو بهاي الحكومة، لأنه هاي الحكومة هن حبتين أسبرين تنقطع مرحلة، وإذا كانت ناجحة ممكن نعمل هيك نخفف ارتطامنا، يعني الارتطام اللبنانيين لأنه صاروا بحالة من الوجع والبؤس تبعال. يعني فإذا أحسن من البلاش. نعم يعني نعم. يعني ضرورة يكون في أحسن حكومة. أحسن إيه أحسن بغياب حكومة تصريف الأعمال بهالشكل أكيد من الضرورة. خليني أقول لك نحن إنه مش ما سمينا وما سمينا لننكفئ، لا، حتى مع حكومة الرئيس حسان دياب اللي ما كنا أساسا مؤمنين فيها بس عملت منيح وقفنا حدها وقلنا برافو عم يعملوا منيح بوزارة الصحة، مش هلا أكيد، قبل بفترات سابقة قام ببعض الخطوات المهمة، طلع رئيس الحزب وشكر وزير الصحة. لا، نحن مش قاعدين نعمل مناكفة للمناكفة، نحن بنشتغل السياسة من باب السياسة هي تعاطي الشأن العام لخدمة العامة لخدمة الشعب اللبناني. طيب. وبالتالي هلأ هيدي الحكومة إذا كتب لها أنه تتشكل وين اللي بتكون عم تشتغل مظبوط رح نزقف لها، ومش بس هيك بدها مساعدتنا بنساعدها، واطرح اللي غلط لا رح نقول غلط، علما أنه الفكرة الأساسية مشان هيك كنت أقول لك ما بدنا نغش اللبنانيين بوجود الثنائي عون حزب الله، يعني واللي ما حدا بده يروح يضغط على التاني للآخر هيك، يعني غزل من بعيد، علما أنه ما في تجانس كتير بمسألة تأليف الحكومة بهالفترة، بس أنه نحن عايشين بهذا الهاجس. يعني خليني أخذ مثل، هلأ هاي الحكومة مفترض تجي تعمل إصلاحات، مثلا بدك تقلي أنه بوجود هذا الطاقم قبل انتخابات نيابية وبهالأكترية رح حدا يقدر يوقف التهريب بين لبنان وسوريا اللي بيكلف لبنان حوالي المليارين، هذا مثل واحد يعني بيكلف الخزينة واللبنانيين حوالي المليارين دولار. طيب. أنا بعطيك جواب سلف، لا حدا رح يوقفه. استاذ بكيم خليني ناقش معك. نعم. خليني ناقش معك فكرة الانتخابات النيابية. نعم. المبكرة عم بتقول هلأ انه ما في اصلاحات وما في. نعم. نجاح للحكومة طالما الثنائي عون وحزب الله موجودين وممسكين. نعم. بالسلطة. طيب، في حال مثل ما قلت بعد شهر أو بعد. نعم. شهرين صار في انتخابات نيابية مبكرة. نعم. ما هالثنائي رح يضل موجود. نعم. بالانتخابات النيابية المبكرة بعد شهر وشهرين ما رح يعود في نواب لحزب الله وما رح يعود في نواب للتيار. نعم. الوطني الحر. الثنائي الشيعي. نعم. ما رح يعود عنده تمثيل بمجلس النواب. وجبران باسيل رح يروح يتسكر بابه ويقعد ببيته، يعني ما رح يضلوا موجودين. شو بتكونوا عملتوا يعني؟ لا، ما حدا خليني اقول لك، ما حدا قال هيك يعني، وهيدا كمان تضليل للرأي العام. اول شيء مش مطلوب تغيير ال 128 نائب، مطلوب تحصيل اكثريه نيابيه يعني 65 نائب بمشروع محدد باتجاه سياده محدد، باعاده بناء كل هيكل الدوله واقتصادها، نزع منظومه الفساد وسوء الاداره بالدوله. لازم تجيب 65 نائب، مش لازم لا بدك تنفي حدا ولا بدك تقصي حدا ولا حدا ما يضل موجود، لانه هذا الشعب هون عم بيصوت. بدي افترض، حتى بدي افترض انه نحن ما قدرنا كل هالمعارضه جابت 65، اذا عندها بلوك من 50 45 55 بلوك ماشي، اول شيء صار عنده ثلث بقلب مجلس النواب، وبالتالي اذا شارك بالسلطه عنده ثلث، وصار كلنا بنعرف عارف قديش بيصير تأثيره فعلا. مين اني هول؟ اكيد اكيد مين اكيد مين اني استاذ مين اني خليني كمل. لا خليني كمل. مين اني هول؟ مين اني هول؟ اكيد اكيد بالانتخابات اللي جايه تيار الوطن الحر لن يكون عنده الاكثريه المسيحيه اللي هي عاطي غطاء لحزب الله، لهي التركيبه مشارك لكل البلد، غطاء مسيحي واكثر واكثر مع رئاسه الجمهوريه عم يغطي سلاح حزب الله. هيدي الفورمول اكيد رح تنتفي، لانه ما رح يكون عنده التيار الوطني الاكثريه. مين هول العالم بيفرزهم؟
شوي من حزب القوات، شوي يمكن من حزب الكتائب، شوي من الثوار، شوي من يعني من كل هالاحزاب بدها تعرف تتكتل، او المستقلين بدو يعرفوا يتكتلوا على مشروع ويشكلوا معارضه. خليني اسالك بذات بنيه قويه تيقدروا يجيبوا السلطه. تفضل. بدي اسالك، يعني انت عم تقول المعارضه وبدكم تجيبوا تلت او 50 او كذا، يعني انتم مين؟ عدد لي. يعني القوات اللبنانيه ومين كمان؟ نعم، كل الاحزاب المعارضه للسلطه. يعني سميلي احزاب هلا معارضه للسلطه، هلا استاذ جوزيف كان عم يعددهم. سميلي بدي تسميلي القوات ال القوات، افترض الكتايب، افترض لو ما كنا بالانتخابات سوا، بس بالاخر انت عم تفوت على مجلس النواب تشكل معارضه، افترض المعارضه جديده من خلال الثوره، بالثوره بتقول لي مين؟ في عده قوى قادره اذا كل واحد وصل شوي، بالسارع الشيعي اكيد في تغيير يمكن يكون بسيط، ما عم بقول لك لا، بالشارع السني ما في يمكن كمان تغيير كبير، بس اكثر شوي من الشارع الشيعي. إذا كل هالمعارضات سوا تشكلت بذات الاتجاه لتعمل مشروع واحد باتجاه بناء الدولة وكسر المنظومة الفاسدة وتحسين الإدارة بلبنان، أكيد بتقدر تبني لبنان وبتقدر تروح بالاتجاه الصحيح، أو على القليلة بتصير قادرة تفرمل المنظومة مثل ما هي قائمة حاليا. نعم، اذا بهالاطار هيدا تعويلكم الاساسي على الانتخابات النيابيه يلي موعدها المفترض يكون بادار او بنيسان. صحيح، وبالانتظار انتم مستعدين. وهو استاذ جورج هو هذا المنطق هيك بيقول، بس يصير في مشكل باي بلد بهذا الحجم بتروح على اعاده تشكيل السلطه. هلا بتقول لي خي عملته ضل مثل ما هو، تبعال ساعتها اوكي بنكون نحن صرنا ساتيسفي والثوره صارت ساتيسفي وكل العالم انه خي عملنا انتخابات والشعب هيك بده، اوكي ما بقى في حدا لا يقول انا اكثري ولا مش اكثري ولا محتاج ولا ما بدي هالطقم ولا بدي هذا الطقم. خي طالعين من انتخابات بعد خضه هالقد كبير نيارها لقد كبير وطلعت نتيجة الانتخابات، خي كيف ما تطلع تطلع، بس بهيك وضع انت هالقد محشور فيه ما لك حل الا تروح على استفتاء الشعب. واستفتاء الشعب بصير عبر انتخابات نيابية، منشان هيك عم نقول مبكرة، وبرجع بكرر اذا عملناها اليوم احسن من بعد شهرين، واذا بعد شهرين احسن من أدار. يعني نحن شايفين كيف هن متمسكين ونحن شايفين كيف هم متمسكين وشايفين انه ممكن تروح لأدار، بس هذا طرحنا المبدا الى الحل. يعني ما فيي انا اذا هذا الطرح ما عم يتحقق شيله من الحسبان، لانه هذا هو الطرح الاساسي. روح على استفتاء شعب جديد، على انتخابات جديده. صح هيك المنطق بيقول. نعم، شكرا لك عضو كتله الجمهوريه القويه النائب عماد وكيم على هذه الاطلاله الليله. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك.